إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مع كتاب اليقين لابن أبي الدنيا نعيش في هذه الأمسية إن شاء الله. وينبغي لنا بداية أن نفهم معنى اليقين، فاليقين هو ضد الشك. اليقين ضد الشك، فمن كان عنده شك لا يمكن أن يحقق اليقين. وهذا يقودنا إلى معرفة مراتب اليقين. فالمرتبة الأولى تسمى علم اليقين، والمرتبة الأعلى تسمى عين اليقين، والمرتبة العليا تسمى حق اليقين. ويضرب ابن القيم مثالا يوضح معنى هذه المراتب الثلاثة، فيقول: لو أن ثقة أخبرك أن عنده عسل فأنت تصدقه وتوقن بكلامه، فهذا يسمى علم اليقين. ولكنك إذا رأيت العسل ازددت إيمانا، فأصبح عندك عين اليقين، فإذا أكلت منه فعندها خالطت العسل، فعندها أصبحت حققت ما يسمى بحق اليقين. إذن عندنا علم اليقين، وهنا إخواني في الله، قبل أن ندخل في مفهوم اليقين وكتاب ابن الدنيا، أريد أن أنبه إلى فهم مغلوط لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أرني كيف تحيي الموتى. فإذا في بعض الناس يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يشك في إحياء الموتى، أراد أن يحقق الطمأنينة بأن يرى الموتى أمامه وقد أحياهم الله، وهذا كلام باطل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، لو كان هناك أحد يريد أن يشك لشككنا نحن قبل أن يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا مستحيل طبعا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالرجل. صلى الله عليه وسلم نقى الشك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا إخواني في الله، ما معنى قول إبراهيم؟ أي أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بل إلى حق اليقين. فإذا هو يريد أن يرتقي في يقينه، لا أن عنده شك. إخواني في الله، كتاب ابن أبي الدنيا اليقين، لابد أن نتدبر مفهوم اليقين. فالله عز وجل يقول: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
من أراد أن يكون إماما في دين الله فلا بد أن يتسلح باليقين، لا بد أن يتسلح باليقين، وإلا ضاع. ولذا يقول ابن القيم: إذا تزوج، انظر العبارة، إذا تزوج اليقين بالصبر ولد بينهما الإمامة في الدين. وهذه الآيات التي خلقها الله عز وجل ونراها بعيوننا لا ينتفع منها إلا أهل اليقين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فانظروا إذن من الذي ينتفع، هم أهل اليقين. والمثال الذي نضربه كثيرا وذكرنا أيضا في مبحث التوكل، وهو عندما يقال للناس أن الدولة العظمى الفلانية وقفت مع المسلمين قالوا انتصرنا، فهذا يقين فاسد، لأنهم يوقنوا على البشر واليقين هو على رب البشر. وبالتالي اليقين بالله وليس اليقين بالدول. وبعض الناس يقينه في التكسب على الناس أو على الأسباب، فتجده يقول: إن فصلت من وظيفتي هلكت، إن أغلقت البلد مت، إن كذا يقين على الأسباب وينسى رب الأسباب جل في علاه. أين اليقين بالله جل في علاه؟